يعني هقدم شكوى في الموضوع ده، لان المفروض الميثاق الشرف الاعلامي ما يتمش اهانه اي طرف بغير موجود بالطريقه اللي انا اتهنت بيها دي. في حاجه اسمها ميثاق شرف اعلامي، وده بالاضافه لان اعلاميه فين ومش اعلاميه. ضحيه مش مجرم، وسم عن قاتل نيير اشرف يغضب المصريين. فاجأ محامي محمد عادل قاتل نيير ينفي التواصل مع أسرة المجنى عليها لدفع الدية. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. تحت مسمى الحب نعمل كل حاجة، تحت مسمى الحب نقلع نعمل علاقات كاملة، نتصور واحنا في أوضاع مخلة وفي الآخر نعيط. عليكم حرام عليكم، شفت البنت عملت تتعامل فيها ايه؟ في الآخر بتقولوا عليها كلام ليه؟ حرام عليكم، كل واحد عنده أخته وعنده بنت يرضى على بنته يتعامل فيها كده؟ تقول لها ضحية مش مجرم، وسم عن قاتل نيير أشرف يغضب المصريين. بعد مضي أسبوعين على الجريمة البشعة التي هزت مدينة المنصورة شمال القاهرة، حيث ذبح طالب زميلته الشابة نيير أشرف أمام بوابة الجامعة. يوم 20 يونيو الماضي انطلق وسم غريب على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر، فقد انتشر وسم محمد عادل الضحية مش مجرم على منصة التواصل دفاعا عن قاتل الشابة، معتبرين أنه تأذى نفسيا بسببها وأنها استغلته، مطالبين بوقف حكم الإعدام بحقه. فيما أثار هذا الأمر غضب رأي العام والنشطاء، حيث قال بعضهم أن الدفاع عن السفاح غير مقبول بتاتا، كما اعتبر البعض الآخر أن تشهير بنيير مرفوض. يذكر أن محكمة جنايات المنصورة كانت قضت يوم 28 يونيو الماضية بإعدام محمد عادل، وأمرت بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية ليأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد. في حين فوجئت أسرة نيير قبل أيام بمجهولين يرسلون رسائل على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يعرضون فيها عليهم ملايين الجنيهات كدية مقابل العفو عن القاتل. وقالت تدير شقيقة نيرة انها فوجئت بحساب على فيسبوك يقوم بارسال رسائل تحتوي على عرض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه قابل للزيادة الى 6 أو 7 ملايين جنيه كدية مقابل العفو عن محمد عادل. مفاجأة، محمد عادل قاتل نيرة ينفي التواصل مع أسرة المجنى عليها. نفى أحمد حمد محامي المتهم محمد عادل ما تردد عبر السوشيال ميديا بشأن عرض أسرة المتهم مبلغا كبيرا بغرض دفعه كدية للتعويض عن جريمة القتل. وأكد حمد في تصريح للأسبوع أنه لم يتم التواصل نهائيا مع أي فرد من أسرة المجنى عليها بشأن الدية أو ما شابه ذلك، سواء عن طريق أسرة المتهم أو عن طريقه، مشيرا أنه المحامي الوحيد الموكل في القضية. وكانت هدير أشرف شقيقة نيير أشرف قامت بنشر بوست عبر صفحتها الخاصة تنشر في قيام أكاونت فيسبوك بإرسال رسائل إلى الأسرة وعرض مبلغ مالي كبير ودية مقابل فك رقبة المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة للاتهام بقتل المجنى عليها بعد إحالة أوراق إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي وتحديد جلسة 6 يوليو للتصديق على الحكم. وأكدت شقيقة نيير عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن رفض الأسرة بالكامل التصالح واستمرارها في القصاص القانونية عقب ورود رسائل وصلت من أكاونت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى والدتها الحاجة ثناء طرازة، تتضمن رسائل تحتوي على عرض مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه قابل للزيادة إلى 6 أو 7 ملايين جنيه، وسيتم جمع هذا المبلغ كنظير فك رقبة للإعفاء عن محمد عادل. إلى ذلك قالت النيابة العامة إن القصة بدأت عام 2020 حين التحق طلاب المرحلة الثانوية بالجامعة، فانضم بعضهم لكلية الأدب في جامعة المنصورة، وسعى طلاب من الفرقة الأولى لعمل أبحاث دراسية وجمع المواد العلمية، وهنا ظهر شاب من بينهم لتولي تنسيق الأمر والتواصل مع الزملاء بالجامعة، وكان هذا الشاب هو المتهم محمد عادل إسماعيل. والد الطالب نيير أشرف لم يطالب بالدية وبلغت ضد صفحات المسيئة لابنته. أكد أشرف عبد القادر والد الطالب نيير ضحية الغدر بالمنصورة أثناء زيارته بصحبة زوجته ونجلته لقبر نجلته الراحلة نيير بمقابر عزبة حمد التابع لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنه لم من بعض الحسابات الغير معروفة تطلبون صفحة ودفع دية 5 مليون جنيه ويتم التنازل عن القضية، وهذا لن يحدث إطلاقا.
وأضاف أنه لن يتنازل عن دم ابنته ولن يقبل أي أموال، وأنه سوف يقوم بتحرير محاضر ضد صفحات المسيئة لابنته وللأسرة، حيث نتعرض خلال الأيام الماضية لإساءات بالغة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تكليف دفاع الأسرة بتقديم بلاغات ضد تلك الصفحات. كما طالبت هدير أشرف الشقيقة الكبرى للطالبة الراحلة نيرة بعدم نشر أي صورة شقيقتها على مواقع التواصل بسبب الإساءات المبالغة التي تتعرض لها وعدم مراعاة الأسرة وحرمة الموتى، ونطالب بحظر ذلك تماما، وسنتقدم ببلاغات ضد أصحاب تلك الصفحات. حيث أعلنت هدير أشرف الشقيقة الكبرى للطالبة نيرة عن رفضها التنازل عن دم أختها الصغرى، ولن تقبل أي مساومات أو أموال نظير التنازل، وأن الأسرة تنتظر صدور حكما بالإعدام على القاتل والقصاص لشقيقتها. وقامت هدير شقيقة المجن عليها بنشر رسائل الأكاونت ورسائل التي وصلتها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتوت تلك الرسائل على عدد من العبارات التي تبرر دفع الدية لأهل نيرة طالبة جامعة المنصورة والمتمثلة في عدم إيذاء الشاب، وأن أسرته ستترك مدينة المحلة الكبرى وتسافر للقاهرة والابتعاد عن المدينة بعد دفع المبلغ الدية. ونشرت الشقيقة الكبرى لنيرة بنشر بوست عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تفيد فيه بقيام أكاونت فيسبوك مجهول بإرسال رسالة إلى الأسرة وعرض مبلغ مالي كبير ودية مقابل فك رقبة المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة لاتهامه بقتل المجني عليها بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي وتحديد جلسة السادس من شهر يوليو الجارية للتصديق على الحكم بإعدامه. في المقابل عبرت شقيقة نيرة طالبة جامعة المنصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن رفض الأسرة لهذا العرض قائلة: أدلة تثبت أننا لا نقبل تعويض عن دم أختنا، لأن كل نقطة دم نزلت منها لا تسوي ملء الأرض ذهب. القصاص هذا مطلبنا والتنفيذ بأسرع وقت إن شاء الله. وكانت أسرة نيرة طالبة جامعة المنصورة قد فوجأت بوجود أكاونت فيسبوك يقوم بإرسال رسائل تحتوي على عرض مبلغ مالي قدره 5 مليون جنيه قابل للزيادة إلى 6 أو 7 مليون جنيه حسب تعبيره، وجمع هذا المبلغ نظير فك رقبة للإعفاء عن المتهم محمد عادل الذي قام بقتل ابنتهم. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب عرض الأموال على أهل نيرة؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.